الدافع التي في جبعون ليصعدوا محرقات للرب على مذبح المحرقة دائما صباحا ومساء وحسب كل ما هو مكتوب في شريعة الرب التي أمر بها إسرائيل. ومعهم هيمان ويدوتون وباقي المنتخبين الذين ذكرت أسماؤهم ليحمدوا الرب لأن إلى الأبد رحمته. ومعهم هيمان ويدوتين بأبواق وصنوج للمصوتين وآلات غناء لله ومن يدوتون بوابون. ثم انطلق كل الشعب واحد كل واحد إلى بيته ورجع داود مباركا بيته. يا رب أشكرك لأجل كلامك فينا، أشكرك يا رب لأجل كلمتك الحية الفعالة التي تريد أن الجميع يخلصون بها، وإلى النعمة والحق. استخدم يا رب هذه الرسالة لخلاص نفوسنا وتكريسنا، وأن نكون كادمين لجلالك. اسم ربنا يسوع المسيح. الرحلة دي كانت في رحلة قبليها أيضا لنقل بنت أبوه، والرحلتين كان بيقودهم داود، مفيش حد كان بعيد في مشهد إلا داود، ما كانش ليه يعني مشير. وهي دي مسؤوليته، إن هو أولا علاقته بالرب قوية جدا، هو أكتر واحد يقدر يعرف الحدث ده يتم إزاي، دراسته للكتاب باينة، يعني جزء كبير من الكتاب مرميه، سواء مذكورة في أخبار القيامة، مذكورة في الجميل. فالرحلة الأولية انتهت مأساة رهيبة، الرحلة الثانية انتهت بفرج. مين المسؤول عن المساء؟ داود. وبرضه من هياخد نعمة البركة داود. وهنا الحقيقة لابد إن الإنسان فينا لما يكون ليه مركز في الخدمة في أي وضع هو المسؤول عن هذا. يعني لما يقبل مشورة من أحد هو المسؤول أصلاً. كانت المشورة صالحة هو اللي هياخد البركة، واللي قال له طبعا ياخد البركة. إذا كانت المشورة سيئة هو هياخد الطرد، وبرضه اللي قال له ياخد البركة. ما يقدرش يقول أنا مش مسؤول، ما يقدرش. ليه؟ لأنه مسؤول. فلما تحدث مثلا كارثة في اجتماع الشباب يخدم الشباب مسؤول، كارثة في المدارس العادية يخدم المدارس أحد مسؤول، كارثة أي حتة في الكنيسة الراعي مسؤول، يعني هو شغال راعي يعني. يعني كل ما الإنسان يأخذ مسؤولية من الرب هو محتاج إلى فترات ليست بقليلة في الصلاة ومعرفة مشيئة الرب وإزاي تمشي الأمور، بحيث ما يبقاش فيها أي خلل، ما يبقاش فيها حاجات منسية، ما يبقاش فيها خطأ طبعا ده يعني أكثر من الخلل. إحنا هنا في الرحلة الثانية المباركة. ليه؟ لأن داود قعد 3 أشهر بين الحديث ترجمة، 3 أشهر يدرس الكتاب فقط. ولا رجاء لإنسان أن ينمو روحيا، ولا أن يسكن الروح القدس فيه بغنى، ويسكن هو في المسيح بغنى، إلا لما يكون موضوع دراسة الكتاب عنده ده مهم. أنا أعرف إرادة الرب جرايد يعني ما تجيبش حاجة ولا حتى تفسير يا ما ملك المصر وتورد ده. وده السبب اللي الناس التعصب الشديد للطائفية، سواء الطائفية اللي هي الطائفية الكاثوليكية وكله متشرد،
اتقال اثناء فتره السير، حملوا التابوت وبعدين ابتدوا يتحركوا. فمن عدد 28 بيتكلم عن هبوا الرب، يعني اعطوا الرب، اسقطوا الرب بإجلال بهيبه. هبوا الرب لانه له، هو اله موجود مهوب. كلمه هيبه جايه من الموجود. هبوا الرب يا عشائر الشعوب، اي هابوا مثلا، ممكن تبقى هبه يعني تدي ربنا، لكن احنا بناخدها المعنيين. هبوا هبوا انك تقدم لربنا هبه، وكمان بتهابوا في قلبك، هبه من غير ما تهابوا مالهاش معنى. هبوا الرب يا عشائر الشعوب، هبوا الرب مجدا وعزا. وان لم يكن الله ممجد في حياتنا يبقى كارثه. والحقيقه من اكثر الحاجات اللي يعني بتكسر قلب اي انسان، منهم طبعا قلب، لما يكون في انسان في ظرف معين وعنده طريقين، يعني يطلع الرب يطلع الشيطان، ويقرر في الاخر يطلع الشيطان، كارثه. مش عارف يعمل ايه هذا الغبي، غبي جدا. لأن طريق الشيطان إنه هو الهلاك البشر، لكن لما يكون فاهم الغبي هيجد الروح القدس يقود إلى أن يسلك طريق الله مهما كان صعب، مهما كان جبال وبرق. لأن طريق الشيطان يزينه لحل المشاكل، بكره يحصل كذا ويصلح بيه، لكن الرب عنده يكون كل شيء وقت لا يكسب وعوده كونه بالنفس. هب الرب يا عشائر الشعوب، هب الرب مجدا وعزا، هب الرب مجد اسمه، لان اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنى. اسم الرب ده عجيب جدا، اسم الرب عجيب جدا. في تميمه جميله اللي اسم الرب عليكم، يا سلام عز، عايشين في عز. ليه؟ دول اولاد الرب، يعني كل الذين قابلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله. لابد ان نهاب الله ونمجده ونشكره ونفرح، ده انا عز كبير، ده انا مجد كبير. هبوا الرب يا عشائر الشعوب، هبوا الرب مجدا وعزا، هبوا الرب مجدا اسمي. احملوا هدايا، هل الهدايا دي هي يعني ذهب وفضة؟ ما بيستخدمهاش، ما بيستخدمهاش، دي هناك التراب، مفيش تراب طبعا، قضية ذهب، ايه ذهب؟ التقديم ده ذهب، لكن في حاجة غالية جدا في الأرض، كوكب، دي بذهب، إن يرى إنسان مقدرش يبعد عنه. مثلا نقرا عن بني ادم، وجعل في قلبه ان لا يأس. خمر الملك، طيب وليه حاجات بسيطه يعني، ايه خمر الملك؟ هو الخمر بالغلط في العهد القديم، يعني مش ده خمر، لا خمر الملك فيها دنس شويه، فيها حاجات اضافيه كده مسكره قوي مثلا، ما اعرفش ايه الدنس بتاع الملك، لا لفات ولا شرب. احملوا هدايا وتعالوا إلى أمامه، يعني تيجي قدامه، تيجي تصلوا، تيجي تتلززوا، اسجدوا للرب في زينة المقدسة. الزينة المقدسة مش مقصود بها منظر، طبعا مش مانع من المنظر حلو، إنك كنا في الكنيسة لابسين يعني لبس كويس مش وحش، لكن مش ده المطلوب، مش ده المطلوب، لأن أغلب الناس اللي كانوا في المجامع اللي شفاهم المسيح كانوا شحاتين، لبس كويس، ما كانش يهمه في الجانب. لكن احنا كبشر بنحب نستريح، نقول احسن لبس عندنا مقبول، بس ما هيش مش ضروره، اللي ما عندوش ما فيش مشكله يجيب اي حاجه. اسجدوا للرب في زينه مقدسه، اي الزينه المقدسه مش الزينه الخارجيه، مش الزينة الحلوة
واحد تقول لها انت فركنت انت شرير او مش قادر حاجه كده امر ربنا، ده انت مش من دين هي اللي مش هو في غير طريق واحد للسماء، والرب يدعو الناس لهذا الطريق سواء هندي سواء ملحد سواء مسلم اي حاجه نقول خلاص غيرها. فالكلام لجميع الارض، ابو الرب يا عشائر الشعوب ابتعد عن الكلام، ابتعد امامه يا جميع الارض. هنا مش بيتكلم بس روحيا لكن بيتكلم ماديا. ازاي انت مستاجر في الارض يا اخي؟ طب ليه ما اتقلبتش عليك بقى صدوم عمره؟ تشكر ربنا مش كده بيقول ابتعدوا امامه يا جميع الارض تثبتت المسكون ايضا فلا تنزعج. المعيشه في سلام، الزرع بيطلعوا بياكلوا بيطلعوا بيعيش، ما تشكر ربنا على اللي انت فيه وبالتالي تتعبد له. يعني مين اللي خلى الارض تطلع زرع؟ مين الملك بتاعك؟ مين اللي طلعها؟ اختك امك ابوك؟ ربنا من فوق بيمطر بيطلع زرع وأسب زرع ساب إلا لما ربنا بيغضب عادة بيقلبها، لكن عادة ما فيش غضب يعني ما فيش شر كتير يجي بالغضب الأرض سابت. ما تشكرش ربنا ليه؟ ودي فعلا حاجة يعني في منتهى العجب. لذلك نجد إنه من الطرق المعتادة عند ربنا اللي يستخدمها لما يشيل صحة من الإنسان، لأن الصحة فعلا واحد متكل على صحته وعلى شفاهه، لأن محتاج ربنا فيه بقى، أنا مالي وفيه، ما مش عايز وصاياه خالص، مش هتدني في وصاياه، كتير يشعر بالحكاية لما يجي له أزمة، مش ضعيف أوي كده، يضحك، ليه؟ أي حاجة فشلت عليك فشلت عليك، أي مرة، مش عارف حاجة خالص، يبتدي يرجع لربنا. بس يا ريت يكون في الروح ليه احنا من ورا ما نتعالج تاني يبقى سيبه. فهنا هبوا الرب لان الارض تثبتت المسكون ايضا لا تتزحزح. مش بس كده، لتفرح السماوات وتبتهج الارض الاثنين مع بعض. ليه؟ ويقول في الامم الرب قد ملك. يعني هو ساكن السماوات والأرض موضع قدميه، فهو مالك السماوات والأرض، هو خالق السماوات والأرض. مفروض الفرح يكون بيرنم بين السماوات والأرض لتفرح السماوات وتبتهج الأرض. ويقول في الأمم الرب قد ملك. ودي الحقيقة أصلا هي شهوة السماوات والأرض. نعرفها من فين؟ نعرفها كتب في رسالة الدنيا لما بيقول الأرض الآن تئن منتظرة فداء القديسين، عشان لما هيبتدوا هيتشال البطن من الأرض، ترجع الأرض زمان بغير شر. زمان إمتى ده؟ يعني ترجع بصورة أحلى حتى من هنا تعالى، لأن الرب يرضى عن شعبه. وهنا ده اللي بيتكلموا عنه، هنا قصد الترنيمة دي لما بيقول تفرح السماوات وتبتهج الأرض ويقولون في الأمم الرب قد ملك، بيتكلموا على اليوم ده إن ملك الله على السماوات والأرض. تبقى الأرض تانية خالص، الأرض تانية خالص، السماء تانية خالص، والناس شكلها اتغير، كل قبل ما نكون نبدا الايه التنوير صدقوا، وبعدين في احداث النهايه لما ربنا اباد الاشرار وملك معاه القديسين في الملك. تبقى عز كبير
الخفه قد كده وال يعني قد كده. احنا طبعا ده هيكون وضعنا من الدنيا هنا طبعا ايام اليهود بقى ايام الوحش يعني لغايه لما يوصلوا للمدينه. واي حد في الدنيا لما يكون ليه نصيب مع هي مش جحيم لسه الجحيم جاي، لكن بالنسبه لنا للملك القلبي دي اسمها جحيم اللي احنا كنا عايشين فيه او ما زلنا عايشين فيه، منكر وخبث وشر بلاوي. فالابديه الحقيقه يا سلام سعيده لا تقارن باي حضور زمني خالص، ولا ايام سليمان ولا لا لا لا، كل دي زباله. كان بولس قالها قبل مكاسبه قبل المسيح زبال، بل ان ياسي كل شيء نفاية نفاية او زبال في الزبال هي المنفى، يعني تاخد منها الرسائل تبقى يكون زبال امام الحدث الجديد نعمة رب يسوع المسيح. اذا افرح السماوات تبتهج الارض ويقول كلهم الرب قد ملك حتى البحر يفضل ليعج البحر وملؤه والبريه ولتبتهج البريه وكل ما فيه. كل ده بيتكلم عن خلاص الارض في الملك الالف حينئذ. ده باين قوي في العدد، تترنم اشجار الوعظ امام الرب لانه جاء ليدين. خلاص هو لمس الملك زي ما في الاول قالنا الرب قد ملك مسك الملك خلاص جاء ليدين الارض. ايه بقى النشيد وقتها؟ هننشد نقول ايه؟ لما كانت اورشليم في الدنيا هنا عملت نشيد وسمها رب، قالت صيام سيدي نسيري. جيني هنا عشان الرب الرباب مش مشكله وبيطول عليه، فممكن تكون نسيني 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 لا ده انت تنسى الام رضيعة انا لا انسى. طب لما هنوصل بقى احنا بنملك معاه هناك نسينا ايه؟ لا ملوك غير خالص. امال بقى ايه؟ حينئذ تترنم اشجار وحتى الاشجار بتاعت البعض يعني الصحراء امام الرب لانه جاء ليدين الارض. كل ولاد بقى فرحانين قوي انه وصل. احمدوا الرب لانه صالح، لانه صالح، لان الى الابد رحمه. ولو نلاحظ ان العباره دي يبدا فيها كذا مزمور، كذا مزمور من بعض منهم يعني. مزمور 106 عدد واحد، 107 عدد واحد، 118 عدد واحد، 136 عدد واحد. دي المزامير اللي هي مفروض نرنمها ويقينا مفيش غيرها هناك. مش هنرنم غيرها، مش هنروح هناك ونسيب، مفيش حاجه اسمها نسيب، مش هنروح هناك طولت علينا، مفيش حاجه اسمها طولت علينا. يا ما داود في المزامير قال لماذا كنائم عايض خلص خلص كلام داود مدو الرب صالح لأن إلى الأبد رحمة. وقولوا خلصنا، طبعا ده لسه بيرجع تاني يتكلم عن الأرض يعني. وقولوا هنا كل ده في إيه؟ في مسيرة التابوت لغاية لما حطوه في مكانه. وقولوا خلصنا يا إله خلاص واجمعنا وانقذنا من الامم. دي عباره عن نبوه. النبوه دي نطق عنها سابقا مش بس ايام سليمان، سليمان دي كانت تركيز صرف على النبوه ان لو اضطرت شعبك استمر، لو اضطرت شعبك استمر، فهي راحوا سابوا رجعوا هكذا. لكن هي ايضا بصفه تسنيه مسلمه. لو سمعتم تكونون خير ارض، خير ارض، ابيتم اتركوا. فهنا دي نبوة بس مذكورة أكثر من مرة في العهد القديم.
القصر حط التنبؤ، وترك هناك أمام تابوت عهد الرب بعدما استقر في مكانه آساف وإخواته ليخدموا أمام التابوت دائما خدمة كل يوم بيومه. إيه هي الخدمة اللي أمام التابوت؟ خدمة كل يوم ده ابتداء من التابوت. التابوت ده بوصية موسى، ربنا ادى وصية موسى. التابوت ده بيتخدم ازاي؟ مفيش خدمة إلا رئيس الكهنة مرض يدخل التابوت عهد بوقت إيه خدمة دائمة؟ الخدمة دائمة هي الترانيم المعمولة للتابوت للتابوت للحمد والشكر. عشان كده رئيس الكواير شاف أحد الرؤساء الكبار، ومش بس رئيس واحد كان رئيس كبير فيهم اللي هو أساف، وللأسف على فكرة أساف عضو مظلوم يعني لقب بشوية 73، لكن ربنا رد نفسه محدش فينا من الأخبار محدش خالص. أشكر ربنا يعني يمكن لنا إيه في الموازين إلى فوق عشان محدش يشتغل على تاني في السماء. فهنا قال داود يا أساف أنت وإخواتك، وترك هناك أمام تابوت عهد الرب أساف وإخوته ليخدموا أمام التابوت دائما خدمة كل يوم بيومه. مين عمل الخدمة دي؟ داود. نظم الترانيم، ونظم آلات العزف، ونظم العازفين، ونظم يعني إيه لك شقة الأول في الترنيمة كذا بالعزف كذا والثانية موهبة ربنا إداها، فنظم كل حاجة. وعبيد أدو وإخوته 68، وعبيد أدوم ابن يديفون وحوسى بوابين. خلينا اثنين عبيد أدوم، نعم في اثنين عبيد أدوم. عبيد أدوم الأول ده الرئيسي، وغالبا واحد من الشلة بتوع عبيد أدوم سمى ابن عبيد أدوم، ايه المشكلة؟ أو مش لازم من أولاد عبيد أدوم، لكن احتمال كبير من أولاد عبيد أدوم. فشاب صغير أبوه ده اللي سمى اسمه يديسون أبوه، وحوسى صديق لعبيد أدوم الصغير. وعبيد أدوم وإخواته 68 واحد، وعبيد أدوم ابن يديسون وحوسى بوابين حوالي 70 واحد. دول البوابين، بوابين لإيه؟ للتابوت، للخيمة اللي فيها التابوت. الكلام ده مش موجود في رسمة خيمة الاجتماع. هنا الحقيقة ربنا بيعطي الأنبياء إنهم يديهم مشورة إزاي يكملوا فكر الله بالأفعال. الهيكل ربنا رسمه على داود على الهيكل، بين خيمة الاجتماع والهيكل في فترة انتقال اللي هي بقى تابوت العهد في الخيمة، وهناك المذبح والمائدة والمنارة في خيمة الاجتماع، وهناك قدم سليمان الذبائح ألوف الذبائح. ففي فترة انتقال، فترة انتقال دي بينفذها النبي مشورة فهذا بيقول نفسه زي بالظبط فترة الانتقال بين الناموس والمسيح. في الفترة دي خلاص يكون ازاي؟ ولا خلاص مش بالناموس خلاص، لكن هل يرمي الناموس ولا ايش كلام الله؟ ففي فترة الانتقال يوحنا المعمدان ما عملش حاجة إطلاقا تبع الناموس. كان بيعمل إيه يوحنا المعمدان؟ كان بيعمل وبيبشر. فين ده في الناموس؟ مظبوط، لا التعميد ولا التبشير.
لكن شخص ليه يعني لمعان في حياته وقوة خارقة للطبيعة في عيشته، بحيث انه ما حد يشك اطلاقا انه من الله، كمان انه متنبأ عنه من هذا القليل اكثر من مرة. انا ارسل بوجهك ملاكي اكثر من مرة كده. فاللي فاهم يعرف ان المسيح قرب. اللي لسه يعني ايه واخد في نفسه بقى ألم بقى ده انا رئيس الدار ده مش عارف ايه كل ده طبش سيفعل حنان عن كل سنه. فهنا دي كانت فتره انتقاليه بين كلمه الاجتماع والهيكل. وبعدين جاءت الفتره الانتقاليه الثانيه اللي هي بين صحيح النعمة هي اللي خلصت كل الناس في العهد القديم، لكن ما كانش باين قوي، مع إنه مذكور، لكن ما كانش باين قوي. أظهرها المسيح، النعمة أنتم خلصوه، ذلك ليس بالإيمان، ذلك ليس منكم، هو عطية الله، عطية من ربنا كده النعمة ياخد خلاص. فهنا أول نظام أمام تابوت عهد الرب عساف وإخواته يخدموا أمام التابوت دائما خدمة كل يوم بيومين حسب الترانيم، الخدمة كلها ترانيم وتأملات، ترانيم وتأملات. لأن الترانيم مليانة تأملات، مش الترانيم حاجة والتأملات حاجة تانية، كلها على بعض عبارة عن الخدمة. ومعاهم البوابين 70 واحد، وعبيد أدوم وأخواتهم 68، وعبيد أدوم ابن يسوع، وحوسة وبوابين 71، 71 واحد، على أكبر عبيد أدوم واحد 69 وادي 2 عبيد أديوم وحوسى أديس 71. من عدد 39 يورينا داود عين مين لخيمة الاجتماع. وصادوق الكاهن وإخوته الكاهنة أمام مسكن الرب اللي هو مسكن الرب اللي هو خيمة الاجتماع في المرتفعة التي في جبعون، حتة زي حي اسمه جبعون برضه مدينة ده اللي هناك صلى فيه وربنا ظهر فيه لسليمان هناك. دول يعملوا ايه بقى؟ يسعدوا محرقات للرب. ده النظام خيمة الاجتماع. يقول ايه؟ يسعدوا محرقات للرب على مذبح المحرقة، ده اللي عملوا مصالير بنقول دائما صباحا ومساء، مظبوط بالظبط النظام، كام ذبيحة وكام يوم كله مظبوط صباحا ومساء، وحسب كل ما هو مكتوب في شريعة الرب التي أمر بها صليب. إمتى الشريعة دي؟ أيام موسى والنبي. كل ده بيتم فين؟ بيتم في جنب الاجتماع تابوت عهد الله. طبعا ما طلعش واحد كده متشائم ده ودي يخرب ايه؟ ليه ما حطش ده هناك؟ قدام هيبه الله داوود الالهي، السلطان والتاثير الضخم في حياه اسرائيل، كانوا لاجئين كلهم قبل ما يملكوا دول، كانوا لاجئين ملكوه يعني انتشر في المملكه بشكل رهيب. فما فيش اي شك ان العمل صحيح، ما حدش شك خالص. وده السلطان ربنا بيديه للانبياء لما بيحب يغير حاجه للتقدم لموضوع في فكر الرب موضوع. زي ما قلنا العهدين بين خيمة الاجتماع والهيكل، والعهد الثاني بين الناموس وانجيل ربنا يسوع المسيح، او الذبائح والذبيحه الواحده التي هي محرقه يسعدوا محرقات للرب على مذبح المحرقة دائما صباحا ومساء، وحسب كل ما هو مكتوب في شريعة الرب التي أمر بها صليب. ومعاهم مين بقى؟ طلع مرنمين تاني، ما كانش مرنمين خالص في الخيمة، لا، دلوقتي مرنمين في الخيمة وعند التابوت. خلى أساف الرئيس مع التابوت، وخلى هنا هيمان ويدوسون، هم ثلاثة من الرؤساء، الرؤساء بعد كده، وباقي المنتخبين الذين ذكرت أسماءهم. دول يعمل إيه بقى؟ يرنم يحمدوا الرب، لأن
ومعاهم فريق العازفين دول بيرنموا دول مرنمين. مين العازفين بقى؟ وابو الهيمان ويا دسوق اللي يترنموا وعازفين بابواق وسلوك للمصوتين. المصوتين دول يعني ايه؟ يعني دايما بتبتدي الترنيمه كده قاعدين ورا زي ايه صراخ او صوت تحس ايه تعرفهم. يلا تعالوا اسمعوا بقى جمع الشعب كده معاهم اصوات ومعاهم ابواق ومعاهم صنوف للمصوتين والات غناء للراب. طب فين البوابين بتاعه خيمه الاجتماع؟ وبنوا يدخلون بوابين طبعا بنوا يدخلون بوابين كانت منظمه الخدمه غير اي طبعا غير اي طبعا. دي الحكمة أن ربنا إداها الجهود أنه يجري هذا الأمر لا هو شك فيه إطلاقا إطلاق قلب يعني كامل كان بيعمله بيسيح له أول واكتمل العمل. ثم انطلق كل الشعب بعد طبعا يوم ما خلص كان يوم مبهج جدا 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 جدا. ثم انطلق كل الشعب واحد الى بيته ورجع داود من ذلك بيته. حد عارف عشان ايه بيقول مش مذكوره دي اقول لكم راجل عشان ده وبغض النظر بغض النظر في اي عمل ناجح ما نستغربش دي فجأة. اولا لان طبعا الشباب بيشتكي ايه اللي اداله داوود بتعمل معاه ايه كل ده؟ ايه العز اللي هو فيه ده؟ النظام ابتدى يتغير وهيتحول بقى هيجي لنا المسيح قريب والاخر الدنيا كلها فرحانه. طب ننكد عليهم ليه؟ واحنا عندنا بيت هناك تنكد عليهم فيه والارض يعني طبعا بيت الشيطان اكتشاف. التنكير لو احب نعرف صبي الثاني سنه لكن انا مش مسؤول. هو في اخبار الايام الاول ما بيحطش مشاكل في الدولة يعني هو يعني اتكتبت حتى دي لكن بيذكر يعني زي تمجيد داوود الامور الجميله لداوود مش دايما ممكن يذكر مره صغيره لكن مش كتير. لكن هناك في سفر زمان طبعا الصوره صراحه صامويل الثاني 6 نراها مع بعض ونخلص كلها.
مخيف كده. وليه جيت ليه 85 واحد قتلوا قتلوه الكهف تزودش كده انتوا تعرفوا بيود الشعب، الشعب يود يحب الشعب، الشعب يحب. ويعني ابوك نجح في اللي عمله مطاوب الشعب وبقى يا بنية الناس كده. فايه خرجت قالت ما كان أكرم ملك إسرائيل اليوم حيث تكشف اليوم يعلن في ماء عبيده كما يتكشف أحد السفهاء. يعني ما كانش لابس لبس ملك، كان لابس لبس كتان وبيرقص. طبعا بيرقص من رجله بقى كده مليئة بوز، يرقص في الحارة بنط يرقص ولابس لبس زي الشعب كله كان لابس زي بعض. وبقى فين الملك حتى كله كان لابس كتان. قال لأخوك يونسان، مش سامع ان يونسان راح عمل عهد مع داوود اخوك ايه؟ فطبعا كل ده تلاشى لان الطبيعه طبيعه اسئله زي زي الاول. لان حمد داوود مره مره كان في حب جسدي بس ما فيش حب الهي، ما فيش قلب جواه. فقال داوود ان كان ما سبتهاش انما امام الرب الذي اختارك يا ابي اتعلم. فقال داود من كان انما امام الرب الذي اختارني دون ابيك ودون كل بيت من جوه اختارني وانا مالي انا ابوك جمال وليس اخوي اللي اختارني انا بدالك. انا اخترت نفسي يبقى انت بتعزي شفيع ابوكي ازاي يعني؟ اختارني دون ابيك ودون كل بيتي ليقيمني رئيسا على شعب الرب اسرائيل. لعبت امام الرب طبعا العب وارقص واتعرى قدامه. نلاحظ على فكره ان شاول تعرى قدام الرب لما نزل عشان يقتل صمويل، تعرى قدام الرب وليس يقول بشكل زمان. قالوا اشاول ايضا بين الانبياء ابوك لما طبع امام الله قالوا شبه الانبياء، الانبياء معارين عليه يعني مرميك قدام ربنا مستنيين ربنا يكلمهم ويكلمهم. فلعبت امام الرب ان يتصاغر كل ذلك واكون وضيعا في عيني الناس. لازم اشوف نفسي انا وضيع مش انا لا ابص قدامك ده انا ملك. منطق ايه ده؟